لمزيد من التفاصيل حول الملف الفلسطيني ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية عبر سكايب الدكتور عبد الله معروف، الباحث في علوم القدس والأقصى. أهلا بك سيدي. أهلا بكم. بالتزامن مع دعوات عقد قمة إسلامية وانطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم بشأن القدس، برأيكم ما أهمية هذا الحراك السياسي وما هي النتائج التي ستسفر عنها مثل هذه اللقاءات السياسية؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا شخصيا يعني إذا سألتون عن رأيي الشخصي فأنا لا أعول كثيرا على التحركات الرسمية العربية والإسلامية، لأننا شهدنا في الفترات الماضية أن العالم العربي والإسلامي الرسمي فعليا لم يكن بمستوى الحدث الذي حصل في مدينة القدس. قبل عدة أيام تم اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل 1450 مستوطن، في اليوم التالي تم الاعتراف تم افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس، وشهدنا ردة فعل خجولة من العالم العربي باجتماع تم اليوم بعد عدة أيام من هذا الحدث. على مستوى حتى وزراء الخارجية العرب لم يكن هناك تحرك فعليا إلا من قبل الجمهورية التركية التي قامت ب يعني طرد السفير الإسرائيلي إضافة إلى القنصل. بالنسبة للاجتماع الإسلامي يوم غد، أنا شخصيا لن أعول كثيرا على مثل هذا الاجتماع بسبب أن هناك عدد لا بأس به من الأنظمة ومن الدول الموجودة حاليا والمشاركة في هذا الاجتماع لن يكون لها هذا القدر من الوزن في هذه القضية وهذا الاهتمام الكبير بمثل هذه القضية الكبيرة، بكل بساطة لأنها تتعارض مع الأجندات الداخلية لهذه الدول. هناك بعض الدول يعني بيّنت بوضوح أن قضية القدس لا تخصها بالدرجة الأولى. نعم، إذا تحدثنا عن مجزرة الاحتلال في غزة التي خلفت 54 ميت سريريا و63 قتيل والآلاف من المصابين، إلى أي مدى يمكن أن يحظى هؤلاء المدنيون الأبرياء بالعدالة في ظل دعوات إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية؟ يعني أنا أيضا بالنسبة لشهدائنا في قطاع غزة، نسأل الله عز وجل لهم الرحمة جميعا في كل فلسطين وليس فقط في قطاع غزة، بالنسبة لشهداء غزة يعني الدول نفسها التي تجتمع غدا يعني في إسطنبول بعضها مشارك بشكل فعال في حصار قطاع غزة وبعضها مشارك بالدرجة الأولى في إغلاق البوابة. لا ننسى أن قرار فتح المعبر لمدة 3 أيام جاء متزامنا فقط مع مسيرة العودة في يومها في ذروتها يوم 14، وبالتالي كان يبدو واضحا أنها محاولة للتنفيس عن قطاع غزة ولم تنجح هذه المحاولة والحمد لله. بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية لها قوانينها فعليا ولها آلياتها التي لا تنطبق أو لا تستطيع الدول العربية والإسلامية الآن متابعة إسرائيل إلا إذا كان هناك إرادة سياسية كبيرة جدا وبشكل واضح، وربما الإرادة السياسية يجب أن تكون أيضا داخلية. برأيك كيف أسهم الانقسام الفلسطيني بالوصول إلى مثل هذه النتائج التي نعيشها اليوم، ولماذا لا يشارك مثلا محمود عباس بشكل شخصي في اجتماع القمة الإسلامية بإسطنبول؟ يعني السيد محمود رضا عباس شحادة لم يشارك ولن يشارك في هذا الاجتماع، وهذا متوقع من هذا الرجل لأنه أصلا يعني واحد من الذين يشاركون في حصار غزة، وهذا واضح. السيد محمود عباس يشارك في حصار غزة، بل هو الذي يقف الآن حجر عثرة فيما يتعلق بتسليم الرواتب لأهلنا في قطاع غزة. فيما يتعلق بالانقسام كما تفضلت سيدتي الفاضلة، الانقسام الفلسطيني هو الطعنة التي ضربت الشعب الفلسطيني فعليا في مقتل، لأن كثير من الدول العربية الآن وكثير من الأنظمة العربية عندما تأتي وتتحدث معها عن موضوع الفلسطيني يأتي مباشرة ويطرح لك حجة اسمها الانقسام الفلسطيني. هل يمكن إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الحكم إلى الفصيلين الكبيرين فصيل حماس وفتح؟ أنا في نظري أنا أشك في ذلك باختصار، لأن المشروعين متناقضان تماما، هناك مشروع في المشرق وهناك مشروع في المغرب، لا يمكن الجمع بينهما بالدرجة الأولى. لا يجب، لكن توحيد يعني الصف على مبادئ وطنية. نعم، هو يجب أن يتم توحيد الصف على مبدأ واحد الذي يقرره ليس الفصيل الفلاني أو الفصيل العلاني، وإنما يقرره الشعب الفلسطيني. هذه هي القضية الأساسية التي أتوقع أن الشعب الفلسطيني قادر على أن يكملها وقادر على أن يقوم بها ويوضح ويجعلها المعيار الأساسي
عفوا يجعلها المعيار الأساسي للفصائل الفلسطينية لكي تسير نعم. عليه. كانت الخارجية التركية قالت إنها ستعمل بجد لإيجاد اعتراف بدولة فلسطين المستقلة. ما أهمية مثل هذا الاعتراف إن كنت تسمعني؟ يعني الاعتراف في دولة فلسطين المستقلة يتبعه كثير من الإجراءات. لا ننسى طبعا أن الاعتراف ممكن من الناحية القانونية، الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على المستوى العالمي، وليس كالحالة الراهنة الحالية. الحالة حاليا الموجودة في الأمم المتحدة في الجمعية العامة هو الدولة يعني عضو غير دائم، فبالتالي هي ليست عضو كامل العضوية فعليا، فقط مقعد باسم فلسطين. لكن العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية إن حدثت في الأمم المتحدة فإنها ستعني فعليا إمكانية الدخول في كافة المنظمات الدولية والمنظمات التي يمكن أن تتابع فعليا الإجراءات المرتبطة بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على ما تقوم به من جرائم. أشكرك جزيل الشكر الباحث في علوم القدس والأقصى عبد الله معروف، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.